تصوير المجتمع المصري المؤمن المستقر الآمن الذي يحب الله ورسوله من أصغر إنسان فلاح بسيط في 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 أرضه إلى المثقف والطبيب والعامل، ما من إنسان من هؤلاء إلا وهو يحب الله ورسوله ويريد السعي إلى الله جل جلاله. الشرع الشريف لا يبيح لإنسان شيء يسمى القتل الثوري، لا يبيح لإنسان أن يتفلت من كل الآداب والأخلاقيات. الوسطية والسماحة والدين الصحيح، كلها سمات حديث الشيخ أسامة الأزهري في كل مرة يطل فيها على متابعيه، وهو ما أهله لأن يكون من بين أكثر 500 شخصية إسلامية مؤثرة في العالم من قبل المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن. فضيلة الشيخ يستحق أكثر من ذلك، فهو عالم جليل ويتصف بوسطية وعنوان فعلا للداعية المسلم ونموذج يعني ينبغي للدعاء ان هم يحتذوا به. يعني شايف انه اختار موفق جدا، لان الشيخ أسامة الأزهري بيمثل الاسلام الوسطي اللي بعيد عن العنف وبعيد عن الارهاب، وهو راجل عالم وبيمثل كفايه قوي ان هو ايه يعني عالم أزهري، عالم جليل وسطي محترم له قبول، بيشرح في الدين بطريقه مقبوله من كل الفئات. انا كراجل محامي ما بقعد قصاده بتعلم، واللي اعلى مني بيتعلم واللي اقل مني بيتعلم. انا ما بقعد قدامه في اي حلقه من الحلقات بمنتهى المصداقيه، بحس ان انا قاعد قدام محمد متولي الشعراوي، بحس ان هو عنده الاسلام الوسطي بيوصل لي الاسلام بمنتهى الرقي. حصل الشيخ أسامة الأزهري على الترتيب رقم 47 في قائمة شملت الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق. رسائل عديدة وجهها متابع الدكتور أسامة الأزهري له. يحاول يعني يعمل ندوات أكتر وأكتر لينا عموما للشباب. استمر على اللي انت فيه وخليك ماشي على اللي انت فيه، لانك انت بتوصل لنا الاسلام الصح، الاسلام الدين الحنيف، الاسلام الوسطي، الدين اللي هو المفهوم اللي هو الكويس مش الدين العنف. برنامج ثابت او حاجة ثابتة بحيث ان احنا نتابع بشكل يومي او بشكل اسبوعي فضيلته ونستزيد من علمه ونستزيد من نموذج اسلامي محترم يستحق من الجميع الإشهادة والتقدير. يعني أقول له ربنا يديك الصحة واستمر زي ما أنت، وربنا سبحانه وتعالى ما بيديش حد حاجة لذا كان يستحقها. جمع العالم الشاب الشيخ أسامة الأزهري بين العلوم الشرعية وبين المعاصرة ليقدم بذلك نموذجا متفردا يعيد إلى الأذهان صورة العالم المسلم الذي يستطيع إرساء قواعد التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر. يا جماعة، الشعب المصري كان ولم يزل عبر التاريخ منبع الدين. ما في أمة من أمم الأرض صانت الدين وحملته وقامت به عبر التاريخ كما قام به الشعب المصري.